وصل فجر اليوم السبت جثمان الشهيد العميد ساطع النعماني إلى مصر ليوارى الثرى إلى مثواه الأخير قادما من مطار لندن، ومن المقرر أن تقام الجنازة على روح شهيد الواجب اليوم. العميد ساطع النعماني ضحية إرهاب الإخوان في ميدان النهضة بعدما رحل عنا فجر الأربعاء الماضي في مستشفى سانت ماري في العاصمة البريطانية لندن. الشهيد النعماني كان بيستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور في حالته الصحية حتى توفي فور نقله للمستشفى الإسعافي. العميد ساطع النعماني أصيب في أحداث ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة عام 2013. كان بيأدي واجبه كنائب مأمور لإسم شرطة بولاق الدكرور، وقرر أنه يتصدى لجرائم جماعة الإخوان الإرهابية ومحاولة اعتدائهم على أبناء الوطن، لأنه زيه زي ضباط الشرطة أقسم على نفسه مع كل شرفاء مصر على عدم ترك وطنهم ليسقط في يد تلك الجماعة الإرهابية اللي استباحت دماء أبناء مصر ومواطنيها دون تمييز. الشهيد ساطع النعماني فقد نظره وفقد حياته عشان كل مصري يرى المستقبل ويعيش في سلام وأمن واستقرار، وضرب المثل والقدوة في الدفاع عن مصر وشعبها ضد الإرهاب. في تقدير من الدولة لاسم الشهيد، كان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم الشهيد ساطع النعماني على ميدان النهضة اللي أصيب فيه الشهيد ساطع النعماني كنوع من التقدير لتضحيات أبناء الوطن وتخليد لذكراهم. يعد الشهيد ساطع النعماني مثال حي لتضحية أبطال الشرطة والقوات المسلحة في الدفاع عن هذا الوطن، يعد أيضا نموذج في التضحية والصمود أمام جماعة الإخوان وإرهابها، وبيظهر جانب من المعركة اللي بيخوضها رجال الأمن بعد ثورة الشعب المصري في 30 يونيو ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية. الأمن المصري خاض الكثير من المعارك الطاحنة والمواجهات الشرسة على كل الجبهات ضد الإرهاب وضد كل أشكال الخروج عن القانون للحفاظ على الاستقرار الداخلي والحفاظ على الانضباط في الشارع عشان استقرار الوضع للشعب المصري. شهيد جديد بيكتب اسمه بحروف من نور في سجلات الشهداء اللي ضحوا بحياتهم من أجل حماية مصر. رحم الله الشهيد ساطع النعماني وألهم أهله وكل أحبائه الصبر والسلوان. الحمد لله والشكر لله اني انا شفت مصر زي ما انا كنت فاكر ان انا مش هشوفها زي. انا قعدت حوالي 60 يوم في غيمومه كامله وكنت اقرب من الموت، وفجاه ربنا سبحانه وتعالى اراني ان انا ارجع تاني للحياه. فيعني كنت متضايق قوي، ثم انا كنت شهيد اللي رجعني تاني. فسبحانه وتعالى زي ما يكون بعت رساله كلمه بترن في دماغي من ساعه ما الصمت: خلوا بالكم من مصر، خلوا بالكم من مصر، خلوا بالكم من مصر. كان بابا من غير عينين ومش شايفك، فمصر كلها عينين بابا ومصر كلها باباك، وما تخافش يا ابني ما تخافش، بلدنا دي حلوه حلوه حلوه. هتخليه ظابط؟ قول تحيا مصر. تحيا مصر. قول كمان تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. رحم الله الشهيد ساطع النعماني ورحم جميع الشهداء اللي بيحاربوا الإرهاب وبيدافعوا عن الوطن عشان تفضل مصر حرة ومستقرة وفي أمان.